السلام عليكم طلاب الصف الثاني، كيف حالكم؟ اليوم سوف نتابع درسنا حل الكتاب الغير ملون أو كتاب التمارين يمس صفحة كتاب الغير تمارين صفحة 17. يلا يمس، كلنا نفتح كتابنا صفحة 17. 17. طيب يا مس، ما عنوان درسنا أولا؟ تقريب الأعداد لأقرب 10 و100. تقريب الأعداد لأقرب 10 و100. في الحصة السابقة قربنا يا مس الأعداد لأقرب 10 و100. تعالوا يا مس مع بعض، خلينا نستذكر. يلا خلينا يا مس نستذكر درسنا. خلينا ناخذ رقم 325. طيب يا مس، إذا حكى لي هذا الرقم 325، حكى لي الخمسة آحاد، الاثنان عشرات، الثلاثة ايش يا مس؟ مئات، الثلاثة مئات. طيب يا ثاني، إذا حكى لي السؤال حكى لي قرب الأعداد لأقرب 10، لأقرب 10. يلا وين العشرات هون يا ثاني؟ هي الاثنين. ماشي يا ثاني، هي الاثنان، الاثنان هي العشرة. يلا شو حكينا يا ثاني؟ نطلع على الأحد، الرقم الذي يسبق الخط. عندنا الأحد، الأحد كم يا مس؟ خمسة. يلا أكيد حفظناهم يا ثاني صح؟ الخمسة من الأرقام البخيلة أم الأرقام الكريمة؟ أحسنتم، من الأرقام الكريمة التي تعطي جارتها واحد. إذا الخمسة بتعطي جارتها مين يا مس؟ واحد، بتعطي جارتها واحد. إذا نحط إكس على الخمسة زي ما عودتكم، نحط مكانها صفر. يلا اثنان زائد واحد كم يا ثاني؟ ثلاثة، ثلاثة. ومننزل الثلاثة تعيد المئات لأنه أنا ما بدي إياها، ما إلي فيها، ماشي يا ثاني؟ طيب، خلينا ناخذ رقم ثاني. 426. ماشي يا ثاني؟ يلا، حكى لي هذا الرقم 426، الستة آحاد، والاثنان عشرات، والأربعة مئات. طيب يا ثاني، إحنا بدنا نقرب، حكى لي قرب لأقرب 100، لأقرب 100، بدي أقرب لأقرب 100. يلا أين المئات؟ أين يا مس؟ الأربعة، الأربعة. يلا إحنا نطلع على الرقم اللي قبل الأربعة، إيش هو يا ثاني؟ اثنان. الاثنان من الأرقام البخيلة أم من الأرقام الكريمة؟ أحسنتم، من الأرقام البخيلة التي لا تعطي جارتها. إذا هي ما بتعطي جارتها، المس بتضلها زي ما هي أربعة، وإيش حكينا يمس بدل هدول الرقمين؟ إيش بنحط مكان العشرات والآحاد؟ صفران، صفران. ماشي يا ثاني؟ طيب، خلينا نحل أسئلتنا بالكتاب التمارين صفحة 17. يلا يا مس. السؤال الأول اللي هو يا خلينا نقرأه، بحكي لنا يا مس قرب الأعداد، قرب الأعداد لأقرب 10، قرب الأعداد لأقرب 10. إيش حكينا يا ثاني يعني العشرة؟ يعني وين نحط خط؟ بنحط خط تحت العشرات. وين نحط خط يا ثاني؟ تحت العشرات. يلا بدو هذا الرقم على خط الأعداد، بدنا نشوف وين بدنا نحطه، هل هو قريب من 80 أم قريب من 90؟ يلا يا ثاني، نيجي على الرقم نقرأه، 89، 89 آحاد عشرات. بما إنه بده لأقرب 10، إذا بحط خط تحت العشرات اللي هي 80. يلا نشوف الرقم اللي قبله، إيش هو يا مس؟ 9، 9. يلا 9 من الأرقام الكريمة أم البخيلة؟ أحسنتم يا ثاني، من الأرقام الكريمة اللي بتعطي جارتها زائد واحد. يلا نحط إكس
على التسعة بتصير صفر، والثمانية زائد واحد شو بصير يا ثاني؟ 90. 90. إذا يلا رقم 89 وين قريب؟ على الثمانين ولا التسعين؟ يلا وين قريب؟ هيا شو طلع معانا؟ 90. أحسنتم، فرح يكون هو قريب على التسعون. إذا بحط خط يمس هون وبقلبها على التسعين. ماشي يا ثاني؟ طلعوا هي قريبة على التسعون، قريبة على التسعون، هي بعيدة عن الثمانون. ماشي يا ثاني؟ طيب خلينا نشوف الرقم رقم اثنين. يلا خلينا نقرأ أول إيش السؤال. المسألة عفوا العدد 54. 54. الأربعة آحاد والخمسة عشرات. يلا إيش بده السؤال الثاني؟ لأقرب عشرة، لأقرب عشرة، يعني أحط خط تحت العشرات. يلا وين العشرات الثاني؟ الأربعة ولا الخمسة؟ أحسنتم، الخمسة. يلا نيجي نشوف الرقم يمس اللي قبله. يلا الرقم اللي قبله إيش هو؟ أربعة. هل الأربعة من الأرقام البخيلة أم من الأرقام الكريمة؟ أحسنتم يا ثاني، من الأرقام البخيلة التي لا تعطي جارتها، لا تعطي جارتها. إذا بنحط عليها إكس بتصير صفر، والخمسة بتضلها إيش يمس؟ خمسة، لأنه الأربعة جارتها بخيلة ما أعطت الخمسة. إذا يلا صار عندي 50. إذا الأربعة وخمسين وين قريبة؟ على الخمسين ولا الستين يمس؟ وين لازم أحطها؟ قريبة من الخمسين ولا من الستين؟ أيوة هي أصلاً هي نفسها 50، إذا هي رح تكون يمس قريبة من الخمسين، يعني رح أحطها هون يمس. هي شايفين يمس قريبة منها، لكن هي بعيدة عن الستين، بعيدة عن الستين. ماشي يمس؟ طيب خلينا نشوف السؤال رقم ثلاث. ثلاثة وأربعة يمس إيش بدهم؟ لأقرب مئة، لأقرب مئة. إيش يعني يا ثاني مئة؟ أي أضع خط تحت المئات، نضع خط يمس تحت مين؟ تحت المئات. يلا خلينا نقرأ الرقم. 858. 858. يلا أين المئات؟ أحسنتم، الثمانية، الثمانية. يلا نطلع على الرقم اللي قبل الثمانية، نطلع على الرقم اللي قبل الثمانية اللي هو الخمسة. يلا بسأل حالي، الخمسة من الأعداد البخيلة أم الكريمة؟ أحسنتم، من الأعداد الكريمة، فهي بتيجي بتعطي جارتها كم يمس؟ واحد، بتعطي جارتها واحد. طيب ثمانية زائد واحد كم يا ثاني؟ تسعة. وحكينا هذول الرقمين شو بنحط بدالهم؟ أصفار، أصفار. إذا 858 قريبة من 800 ولا من 900؟ طلع شو الجواب طلع عندي؟ 900، فرح يكون قريب من مين؟ من 900. فباجي بس بقرب الخط لعند مين؟ 900، وبحط الجواب، بحط المسألة اللي هي 858. طيب نشوف يمس رقم أربعة. يلا خليك معي يمس رقم أربعة. 520. 520 هاي آحاد، عشرات، مئات. والسؤال إيش بده؟ لأقرب مئة. إذا بضع خط تحت المئات. يلا وين المئات؟ هاي الخمسة. يلا بعدين بحط سهم ما قبل الخمسة. شو ما قبل الخمسة؟ شو اسمه؟ اثنان. هل الاثنان من الأعداد البخيلة أم الأعداد الكريمة؟ أحسنتم يا ثاني، من الأعداد البخيلة التي لا تعطي جارتها، يعني الاثنين ما بتعطي جارتها الخمسة، فالخمسة بتضل زي ما هي. وحكينا على الآحاد والعشرات شو يمس نضع بدالهم؟ أصفار. إذا ال 520 يمس وين قريبة؟ على 500 ولا 600؟ هي شو طلع معنا تقريبها؟ 500. إذا رح تكون قريبة على مين يمس؟ على ال 500. إذا بصير هون 520. إذا 520 قريبة
قريبة على الخمسة مئة، أما هي بعيدة عن الستة مئة. ماشي يا ثاني؟ طيب خلينا نحل السؤال اللي وراه. قرب الأعداد لنا يا ثاني. إذا خلينا نتذكر مع بعض إيش هي الأرقام البخيلة. يلا مع بعض، صفر، واحد، اثنان، ثلاثة، أربعة. أما الأرقام الكريمة، كريمة بتعطي جارتها اللي بجنبها، اللي هي الست، الخمسة، والستة، والسبعة، والثمانية، والتسعة. يا ثاني يلا نشوف السؤال اللي وراه. بحكي لنا السؤال، قرب الأعداد إلى أقرب عشرة. بده يا مس إلى أقرب عشرة. خلينا نحط المسألة. 895، وعندنا رقم 6، 471. طيب يا مس، خلينا نحل رقم 5 و6. يلا السؤال ايش بيحكي لنا؟ مش دائما بنقرا السؤال زي ما تعودنا. قرب الاعداد الى اقرب عشرة. ايش يعني مس اقرب عشرة؟ يعني راح احط خط تحت المئات، راح احط خط تحت تحت العشرات. شايفين كيف المسخربطة؟ بدها تركيز. ها، عشرة، إذا بحط خط تحت العشرات، تحت العشرات. يلا يا ثاني نقرأ الرقم، رقم 5، مسألة 5. يلا 895. يلا عندي آحاد، عشرات، مئات، والسؤال إيش طالب مني؟ لأقرب إيش ثاني؟ أقرب عشرة، يعني راح أحط خط تحت العشرات. وين العشرات؟ هي هي ثاني، التسعة، التسعة. يلا نشوف الرقم اللي قبل التسعة، اللي هو ايش يمس؟ هيها، شايفين كيف السهم رايح عليها؟ خمسة. الخمسة من الأرقام البخيلة أم الأرقام الكريمة؟ أحسنتم يا ثاني، من الأرقام الكريمة التي تعطي جارتها. شو بتعطي يا ثاني جارتها؟ زائد واحد، بتعطي جارتها زائد واحد. طيب يا ثاني، لما التسعة نضيفينها واحد كم بتصبح؟ كم تصبح يا ثاني؟ يلا يا ثاني كم تصبح؟ تصبح عشرة، تصبح عشرة. ماشي يا ثاني، لكن احنا بالعشرات ما بنقدر يمسها نكتب عشرة، يعني ما بيصير هيك الرقم 810 وخمسة، أو هون صفر، ما بيصير يمس. إذا هاي الواحد أين تذهب يا ثاني؟ تذهب إلى المئات، يعني بنحطها وين يا ثاني؟ عند المئات، بنحطها عند المئات، فبتصير يا ثاني تسعة، وبتصير هاي هيها هيها، شايفين يمس؟ هي الصفر، صفر العشرة، وهي يمس إيش بتصير؟ صفر، لأنه أنا بالأصل حطيت عليها إكس وصارت يمس إيش؟ صفر. ماشي يا ثاني؟ راح أعيدها، راح أعيدها يا ثاني، راح نعيد المسألة مرة ثانية، انتبه علي يا ثاني. 895، راح نرد نعيد المسألة يا ثاني، انتبه. يلا هسا هو بده لأقرب عشرة، هاي العشرة. ماشي يا ثاني؟ هاي العشرة اللي هي التسعة. يلا نطلع ما قبل التسعة، إيش هي مس عندي؟ خمسة. خمسة من الأرقام الكريمة، الأرقام البخيلة. أحسنتم، من الأرقام الكريمة التي تعطي جارتها زائد واحد. هسا هاي إيش بصير يا مس؟ بنحط عليها إكس وبصير مكانها صفر. التسعة شو بصير يا مس؟ عشرة. ما بصير يمس انا اجي احط عشرة وبعدين الثمانية، هيك يمس خطأ، خطأ يا ثاني. ماشي؟ هسا ايش بنعمل يا ثاني اذا اجتنا مسألة زي هيك؟ طلع علي يا ثاني، بتصير هاي عشرة صح؟ صارت عشرة. هسا الواحد اللي هون وين بنحطه يمس؟ عند الثمانية، فوق المئات، عند الثمانية. التسعة بتصير صفر، هيها صفر العشرة، والواحد اللي نقلته لعند الثمانية، ثمانية زائد واحد شو بتصير يا ثاني؟ تسعة،
تصير 900. ان شاء الله تكون واضحه يعني. يلا رقم 6 471. بدي اقربها لأربع عشرات. يلا وين العشرات؟ هي هي الثانية. سبعة. يلا ايش ما قبل العشرة؟ واحد. هل الواحد من الأرقام البخيلة أم الكريمة؟ أحسنتم، من الأرقام البخيلة اللي ما بتعطي يا مس جارتها واحد. طيب يا مس، إذا هاي بتصير بحط عليها إكس بتصير مكانها صفر، والسبعة يا مس بتضلها سبعة. ليش؟ لأن الواحد من الأرقام البخيلة اللي ما أعطت السبعة ومنزل يا مس الأربعة. طيب السؤال اللي بعده بده قرب الأعداد الآتية. يلا يا مس وقرب الأعداد التالية إلى أقرب 100. بدنا نقربها لأقرب 100. نشوف يا مس سبعة. وعندنا هون 8. لما اجي احكي لك يا ثاني قرب الاعداد التالية لاقرب 100، اذا اضع خط تحت ال 100. خلص يا مس، هي صارت عندنا بديهية قاعدة. يلا رقم 7 ايش بيحكي لنا؟ 430. يلا هو بده لاقرب 100، وين بحط الخط؟ تحت ال 100. يلا وين ال 100؟ احسنتم يا ثاني، الاربعة. بتطلع على ما قبل الاربعة، ما قبل العدد. ثلاثة هل هي من الأعداد الكريمة أم البخيلة؟ أحسنتم يا ثاني، من البخيلة التي لا تعطي جارتها واحد. إذا بتظل الأربعة زي ما هي، وهذول الآحاد والعشرات شو حكينا بنحط مكانهم؟ أصفار، أصفار يا ثاني. طيب نشوف يا مس الرقم اللي وراه 875. هي آحاد عشرات مئات، بده لأقرب 100، إذا وين بحط الخط؟ تحت المئات. يلا وين المئات؟ هيا الثمانية. يلا نطلع إلى ما قبل الثمانية اللي هي الشمس سبعة. يلا السبعة من الأرقام البخيلة أم الكريمة؟ أحسنتم يا ثاني، من الأرقام الكريمة اللي بتعطي جارتها زائد واحد. يلا ثمانية زائد واحد كم يا ثاني؟ أحسنتم تسعة. ومكان العشرات والأحد شو بنحط يا مس مكانهم؟ أصفر. أحسنتم يا ثاني مس، هيك إن شاء الله نكون إحنا خلصنا درسنا اللي هو تقريب الأعداد لأقرب عشرة ومئة. إيش يعني مس لأقرب عشرة؟ بحط خط تحت العشرات وبشوف الرقم اللي قبله هل هو من الأرقام البخيلة أم الكريمة؟ بخيلة لا تعطي جارتها، أما كريمة تعطي جارتها واحد. وما معنى تقريب الأعداد لأقرب 100؟ أضع خط تحت المئات، تحت المئات، وبتطلع يا مس على الرقم اللي قبله، هل هو من الأرقام البخيلة أم من الأرقام الكريمة؟ هيك يا مس هو هيك درسنا. أهم إشي إني أنا أعرف أقرب العدد، أقرب العدد يا مس إلى أقرب 10 أو أقرب 100 زي ما بيعطيني السؤال يا ثاني. مس بعد هذا الفيديو مس في ورقة عمل، مس انزل تحت في شيء مكتوب اسمه ورقة عمل، اكبس عليها مس بتطلع لك ورقة العمل. ويعطيكم ألف عافية يا ثاني.